فقال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وبينما ظرف وقد كف بماء، فبين في الأصل ظرف يدل على البينية والتوسط، معناه في وسط أوقاتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو في خلال أوقاتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الظرف كف عن المضاف إليه بماء، قال بينما. ويجوز أن يقال بينا، ويجوز أن يقال بينما، فبينا اختصار حذفت ماء، حذفت الميم من ماء، وأثبت الألف دالا عليها، وبينما أثبتت الميم الكافة، والميم الكافة حرف زائد، والميم أقصد ماء لها عشر محامل كما تعلمون في النحو، محامل ما عشر، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد هيئ ومصدر. هذه أنواع ما وهي عشرة، ستفهم هذا الاستفهام، ما الاستفهامية، ما تلك بيمينك يا موسى، شرط هذه ما الشرطية، الوصل ما الموصولة، فاعجب ما التعجبية، لنكرها ما النكرة، وهي تنقسم إلى قسمين، نكرة عامة ونكرة موصوفة، بنفي ما النافية التي هي حرف نفي، وكف ما الكافة التي هي أيضا حرف، زيد وهي ماء الزائدة، وذلك في مواطن متعددة ومواضع زيادة ماء، هيئ وهي ماء المهيئة للعمل، مثل التي تدخل على ظرف فتجعله أداة شرط، مثل حيثما وإذ ما، هذا ظرف في الأصل لكن لما مزج بماء أصبح أداة شرط. وقد قال ابن مالك: وحرف إذ ما، فلم يرضى كونها بقيت على ظرفيتها التي كانت عليها قبل دخول ماء. هي ومصدر، وهي ماء المصدرية، وهي موصول حرفي. فهذه عشرة أنواع، هي أنواع ماء. فقال: بينما نحن جلوس، هذا اللفظ هو الذي ذكر النووي رحمه الله في الأربعين، وليس لفظ الصحيح، فلفظ مسلم بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر الجلوس، لكن الواقع أن عمر يحدث عن نفسه وعن الصحابة الذين كانوا معه، ولم يسمي لنا أحدا منهم، وقد عرفنا منهم أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسية، فعرفنا أن ذلك كان في السنوات الثلاث الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة أسلم عام خيبر في وقت غزوة خيبر، فلم يدرك من عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث سنوات، فهو أسلم في وسط العام السابع من الهجرة، فأدرك ثلاث سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين زعموا أن هذا الحديث كان في صدر الإسلام لأن ابن عمر رواه عن عمر، أخطأوا في ذلك، لأن أبا هريرة رواه وحدث عن حضوره، وأبو هريرة لم يسلم إلا في العام السابع من الهجرة، فدل ذلك على أن ابن عمر لم يكن حاضرا، وحدثه أبوه الذي كان حاضرا في وقت مجيء جبريل. بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند للحضور والقرب، والمقصود بذلك أنهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم بأبيه، وفي مجلس النور والحكمة والعلم والعبادة. بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، العرب يجعلون الجالسين إذا دخل عليهم إنسان كأنه مرتفع فوقهم، فيقولون طلع علينا رجل، كأنه بمثابة الطالع الذي يوصف به الشمس والفجر والقمر، حتى مطلع الفجر، هذا طلوع الفجر، طلوع الشمس، طلوع القمر، هذا الطلوع بمعنى الارتفاع، فكأن القادم كذلك طالع. إذ طلع علينا رجل، والرجل هو في الأصل الذكر الإنساني البشري، وجبريل ليس من البشر، ولكن المقصود أن الصورة صورة رجل. ولذلك في حديث أبي هريرة أنه انصرف فقال جبريل رد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فطلبناه فلم نجد شيئا، فقال ذلك جبريل: ولم يخفى علي قط غير هذه. فكان إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عرفه إلا هذه المرة وحدها لم يعرفه. عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وصف هذا الرجل بصفات كمال هي مطلوبة في الرجال،
قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا هذان الوصفان يؤخذ منهما النظافة، والنظافة من الإيمان وهي مطلوبة على كل حال، من المطلوب من الإنسان النظافة، ولهذا شرع الله الاغتسال ليوم الجمعة، وشرع الوضوء للصلاة، وشرع السواك عند كل صلاة، وأمر كذلك بأخذ الزينة عند كل مسجد، وعند كل مسجد معناه عند كل صلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وكونه شديد بياض الثياب يدل على أن بياض الثياب أفضل من غيره من الألوان، وقد صرح بذلك في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وأهل العلم يفرقون بين الجمعة والعيدين، فيقولون الأبيض أفضل في الجمعة ولو كان غسيلا ولو كان لبيسا، والجديد أفضل في العيدين ولو كان غير أبيض. فالجديد في العيدين أفضل ولو كان غير أبيض، والأبيض في الجمعة أفضل ولو كان غير جديد. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر معناه أنه لا تخالطه غبرة ولا أثر شمس، فهو متنظف لهذا، وهذا دليل على احترامه للمجلس الذي يقدم عليه رحمك الله. فإن الذي يقدم على مجلس محترم ينبغي أن تكون هيئته محترمة، ولذلك ثبت في الصحيح أن وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأشج، أشج عبد القيس، فلما دخلوا المدينة ذهب إلى الحرة فاغتسل وأخرج لباسا جددا ثيابا جددا فلبسها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فقال: إن فيك صفتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فإنه تأنى حتى اغتسل ولبس ثيابه الجديدة ليقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له واحتراما لمجلسه، فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصرفه. وقال آخرون: تشرع العجلة في كل شيء إلا فيما استثني، ومنه التأني الذي ذكر هنا. فإن هؤلاء جاءوا من شقة بعيدة، قالوا: يا رسول الله، إنا نقدم عليك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. فبادروا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما هم، لما دخلوا المدينة انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن هذا الرجل وهو الأشج تأنى حتى اغتسل ولبس ثيابه الجديدة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحترام المجلس، والأدب مقدم على الإسراع والمبادرة. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، هذا القادم لا يرى عليه أثر السفر، فأثر السفر مشعر بالوحشة، وهو مقتض لبعض المظاهر التي لا تحمد، فالمسافر يتشمر في ثيابه، وللسفر ثياب وهي ثياب المهنة وليست هي ثياب الرخاء. ولذلك في حديث عائشة: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، لقلت العذاب قطعة من السفر. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا مثير للاستغراب، فهم أهل المدينة ويعرفون سكانها وأهلها، وهذا الرجل لا يرى عليه أثر السفر، فهو غير غريب، جاء من قريب، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في هذا الحديث أنه سلم. والمشروع للقادم إذا قدم على جماعة أن يسلم، فيمكن أن يكون اكتفي عن ذلك بمعرفته، لأن الحال أن القادم دائما يسلم، فأصبح هذا معروفا، فتجاوزه الراويان للحديث فلم يذكر أنه سلم، ولا ينافي ذلك كونه سلم. والقاعدة الفقهية التي أثبتها الحنفية هي أن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، كوننا لا نعلم أن جبريل سلم لا يقتضي ذلك علما أنه لم يسلم، فعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. وهنا لم يتكلم وهو قائم، فذلك شأن الأعراب الجفاة، ولم يتكلم من وراء الحجرات وقد نهى الله عن ذلك، فلم يتكلم حتى جلس واطمأن يرحمك الله، لأن الذي يتكلم ينبغي أن ينتقي الكلام ويختاره، وذلك
يقتضي منه طمأنينة في جلسته وهيئته، فالمنهج من التعب إذا أراد أن يتكلم ربما تقطع كلامه وربما أخطأ في حروفه ومخارجها، لكن المتمكن في جلسته والذي حضر نفسه وقد ارتاح هو الذي يستطيع أن يأتي بالكلام على وجهه كما هو. فلذلك قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخاطبه من بعيد. فالخطاب من بعيد ليس تشريفاً ولا تكريماً، ولذلك اختص بأهل النار يوم القيامة كما قال الله تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد. أما أهل الجنة فقد ذكر الله تسليم الملائكة عليهم عن كثب فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلون عليهم من كل باب، فخطابهم عن كثب وقرب. فلذلك لم يتكلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى للانتهاء معناه نهاية مجلسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى قربه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، معناه اقترب اقترابا شديدا حتى كان بين يديه مقابلا له. فيمكن أن يكون الإسناد هنا حقيقيا، وذلك للتأنيس، لأنه يخاف أن يرعب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رعب منه في صدر الإسلام، فأراد أن يقترب منه وأن يماسه، وذلك يزيل الرعب. فالشيء الذي ترعب منه إنما ترعب منه ما دام بعيدا عنك، فإذا مازجك وخالطك ولامسك زال الرعب منه، فيكون حينئذ القرب حقيقيا بإسناد ركبتيه إلى ركبتيه. ويمكن أن يكون ذلك مجازا، والمقصود أنه قابل ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليستوعب عنه، فيكون مقابل وجهه حتى لا يؤدي منه إلى الالتفات ولا يؤدي منه إلى فوات بعض ما يقول، فيكون مقابلا له تماما حتى يرى نطقه، كما قال علي رضي الله عنه لكاتبه وقد علمه طريقة الكتابة فقال: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل جحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنبس نبسة إلا أودعتها في حماطة جلجلانك. ألصق روانفك معناها أليتيك بالجبوب، معناه بقشرة الأرض. فالروانف أعالي الوركين، ومن ذلك قول عنترة: متى مات القني فردين ترجف روانفه أليتيك وتستطار، والجبوب قشرة الأرض. ومن ذلك قول امرئ القيس: فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر أي القلم بأباخسك أي رؤوس أصابعك، فلا تمسكه بقوة، لأن ذلك يقتضي كبرا في الحروف وضخامة في الكتابة وعدم استغلال صحيح للورقة. خذ المزبر بأباخسك، واجعل جحمتيك معناه عينيك إلى قيهلي معناه إلى وجهي، فالقيهل صميم الوجه. وعندنا هنا يقول الشيخ سيد محمد للشيخ سيدي رحمهم الله: حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي طلقتها من وثاقي إذ وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من دائي. حتى إذا القيهل التاثت حديقته، كأن اللحية بمثابة الحديقة أحاطت بالوجه. حتى إذا القيهل التاثت حديقته به أحاطت به وهمت بإزهار فإزهائي خروج الشيب طلقتها من وثاقي إذ وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من دائي. إلى قيهلي حتى لا أنبس نبسة، معناه حتى لا أنطق نطقة أيا كانت، إلا أودعتها في حماطة جلجلانك، معناه إلا حفظتها في سويداء قلبك. وقد سئل عن هذا الكلام محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس، فقيل له: ما معنى كلام علي رضي الله عنه؟ قال: ألصق معناه ألزق روانفك أي عضرتك بالجبوب أي بالصلة، وخذ المزبر أي خذ المسطرة بأباخس بشناترك أي بأباخسك، واجعل جحمتيك أي حندورتيك، إلى قيهلي أي إلى أذعباني، حتى لا أنبس نبسة حتى لا أنغي نغية، إلا أودعتها إلا أوعيتها في حماطة جلجلانك أي في لمضة رباطك. ففسر الغريب بالأغرب منه. فلذلك مقابلة الإنسان للمتكلم تقتضي فهما واستيعابا، ونظر المدرس في وجوه الطلاب يزيدهم فهما واستيعابا لما يقول. ولذلك يقول شيخي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه:
حلل عناصر هذا الدرس يا هذا، واجعل عناصره إذاك أفذاذا، وعم فيه ذويه فعل مقتدر، وانظر إليهم جماعات وأفذاذا، وابدأ فمثل وكون بعد قاعدة، وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا، تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فلذلك جعل أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه، إما على فخذي نفسه كالمتلقي الذي يستجمع ذهنه، وهذا أولى شيء في الاستماع، فأنت إذا جلست للتشهد أو بين السجدتين تجعل يديك على فخذيك لتستجمع ذهنك في الدعاء، ولتقبل على الله جل جلاله، ولتستحضر ما تقول. فلذلك جعل كفيه على فخذيه. الفهم الثاني، جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدخل فيما سبق من التأنيس والقرب لئلا يستوحش منه. ثم قال يا محمد، فخاطبه بهذا الاسم الشريف الذي لم يسمى به أحد من أهله قبله، وقد سئل جده عبد المطلب حين سماه به لما سميته محمدا ولم يكن ذلك في آبائك وأجدادك، قال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله أمنيته فحمده أهل السماء وأهل الأرض. والأصل في الخطاب أن لا يخاطب العربي باسمه الأصلي، وذلك أن العرب كانوا يختارون الأسماء المفضعة لأنهم يسمون أولادهم لأعدائهم وما ملكت أيمانهم لأنفسهم، فأولادهم يسمونه كلباً وأسداً وذيباً، ويسمون عبيدهم لأنفسهم رباح ويسار للفأل، يتفاءلون بذلك، فلا ينادون بأسمائهم بل ينادون بكناهم كما هو الأدب عندهم. ولذلك يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه واستوأة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وفي الرواية الأخرى أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه واستوأة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. لكن هنا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقبه، لم يقل يا رسول الله ولم يقل يا نبي الله، وإنما خاطبه فقال يا محمد. فما الحكمة في ذلك؟ قيل لأن هذا الاسم هو الذي سماه الله به وقد خاطبنا بذلك، فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال الذين آمنوا والذين نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهنا سماه الله في القرآن 4 مرات بهذا الاسم، فاختار جبريل هذا الاسم ليستشعر هو في نفسه أن هذا وحي من الله حتى لا ينزعج منه. وقال الطائفة بل المقصود تعمية وتخفية على الصحابة حتى يظنوه أعرابيا، فقد كان الأعراب يأتون فيقولون أيكم ابن عبد المطلب، فيقال هو هذا الجالس، فيقول يا محمد، هكذا كان شأن الأعراب. فأراد تعمية وتخفية عن الصحابة فقال يا محمد، ثم قال أخبرني عن الإسلام. هنا كانت سؤالات جبريل عليه السلام في هذا الحديث عن 5 أمور، وهي أهم شيء يتعلق بتصور الإنسان وعقيدته وتصرفه وفعله، هي الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة. هذه 5 أسئلة. السؤال الأول، أخبرني عن الإسلام. والإسلام مصدر أسلم الإنسان وجهه لله، بمعنى استسلم وانقاد لحكمه، فهو انقياد كامل لأمر الله جل جلاله، أن يكون الإنسان مطيعاً لما يأتيه من عند الله، سواء كان موافقاً لهواه أو كان مخالفاً له، فهو ينقاد لحكم الله جل جلاله ويطيع له مطلقاً.
فهذا معنى الإسلام في الواقع. لكن الإسلام يطلق إطلاقين في الشرع، فيطلق على الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فيشمل ذلك العقيدة والعبادة والمعاملة والقيم والأخلاق، فكل ذلك يسمى إسلاما. ولهذا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فكل ذلك إسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، أي هذا الدين بكامله. الإطلاق الثاني إطلاقه على جزء من الدين يتعلق بالتصرفات والأعمال، فالأعمال الظاهرة غير أعمال القلب تسمى إسلاما، وأعمال القلب وهي الإيمان تسمى إيمانا، هي الاعتقاد وأقصد تسمى إيمانا. وأعمال القلب المتعلقة بالإخلاص والصدق مع الله تسمى إحسانا، وكلها يجمعها الإيمان ويجمعها الإسلام. فالإيمان يطلق على الدين بكامله، والإسلام يطلق على الدين بكامله. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا جاء ذكر الإيمان والإسلام كما هنا في حديث جبريل وكما في حديث في عدد من الأحاديث، إذا اجتمع افترق، فكان الإيمان لاعتقاد القلب، وكان الإسلام لعمل الجوارح. وإذا افترق فجاء الإسلام وحده أو الإيمان وحده، اجتمع فكان معناهما واحدا وهو الدين بحذافيره ورمته. فلذلك سأله عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. وهنا جعل ذلك خبرا، والخبر هو ما مقابل الإنشاء وهو قابل التصديق والتكذيب. فالكلام إما إنشاء وإما خبر، فالإنشاء يقع معنا بلفظ يقارنه في الوجود، والإخبار هو الحديث عن أمر قد حصل. وهنا قال: أخبرني، فمعناه أنه يعلم أن الإسلام قد تقرر لديه وأنه قد عرفه، وذلك من وحي الله وهو الذي جاءه به. فإن الله قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو لم يكن يدري ذلك قبل الوحي إليه، وجبريل هو الذي جاءه بذلك الوحي، فعلم أن ذلك قد تقرر لديه، فقال: أخبرني، ولم يقل له ما الإسلام، قال: أخبرني، ليتحدث عن أمر قد تقرر لديه. أخبرني عن الإسلام. هنا هذا السؤال مجمل، وهذا من الأدب في سؤال المعلم، لأنه إذا سألته سؤالا تفصيليا طويلا فسيأخذ ذلك وقتا وحيزا من الفراغ، لكن إذا كان السؤال مجملا مختصرا، فإذا كان وقته متسعا فصل، وإذا كان وقته ضيقا أجمل، ولم تضغط عليه حينئذ ضغطا يتعلق بوقته ومصادرة حريته وتصرفه. فلذلك كان هذا السؤال مجملا، فقال: أخبرني عن الإسلام. يمكن أن تفهم أنت أخبرني عن فضل الإسلام، أخبرني عن أجر الإسلام، ويمكن أن يفهم غيرك أخبرني عن تعريف الإسلام وأركانه، ويمكن أن يفهم منها آخرون عن تاريخ الإسلام وبدايته ونزوله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السؤال المجمل أنفع الأجوبة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه إذن هي الأركان الإيجابية للإسلام. فالإسلام ككل حقيقة لا بد أن يكون له أركان إيجابية وأركان سلبية. فالأركان السلبية لم يذكرها هنا، وهي المعلومة من الدين بالضرورة من المحرمات، فحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، وحرمة أكل الخنزير، وحرمة أكل مال اليتيم، وحرمة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وحرمة حقوق الآباء والأمهات. هذه من المعلومة من الدين بالضرورة، فهي أركان من أركان الإسلام، ولكنها أركان سلبية. فلذلك لا يكون الإنسان مسلما عارفا بحقيقة الإسلام إلا بمعرفتها. الذي لا يعرف أن الخمر حرام، أو لا يعرف أن الخنزير حرام، أو لا يعرف أن الزنا حرام، لم يعرف الإسلام. فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده ومنكره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا آثر الاختصار، فذكر له الأركان الإيجابية، فبدأها
بأول ركن، وهذا الركن شرط لباقيها، فلا يقبل أي ركن من الأركان الأخرى قبل أن يكون هذا الركن. هذا الركن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول الذي به دخول الإسلام. هذا الركن هو تحقيق الشهادة، والشهادة تكون بأمرين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومقاماتها أربع: المقام الأول المعرفة، فالشهادة لا تكون إلا عن علم، فقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على المعلوم، ومن شهد بما لا علم له به كان شاهد زور. فلذلك الذي يريد أن يحقق شهادة لا إله إلا الله لا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، فهذا أول شيء قبل أن ينطق. ثم يأتي المقام الثاني وهو النطق، فالذي عرف الحق بقلبه ولم ينطق به بلسانه شيطان أخرس، لأنه كتم وجحد ما لا يحل كتمانه. وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: والنطق شرط فيه عند الخلفي وهو شطر عند جل السلفي. النطق بالشهادتين اختلف فيه هل هو شطر أي ركن من أركان الإيمان أو هو شرط لصحته، هذا محل خلاف. وقد قال خليل رحمه الله: ولزم غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام إلى الإسلام. وصح قبلها أي صح الإسلام وقبلها قبل النطق بالشهادة، وقد عزم على صح الغسل قبلها قبل النطق بالشهادة وقد عزم على الإسلام. لا الإسلام لا يصح الإسلام حينئذ مع بالعزم فقط دون النطق. فخليل اختار مذهب السلف وهو أنها ركن وليست شرطا. فلذلك قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه أربع مقامات: المقام الأول العلم، والركن الثاني أو المقام الثاني النطق بها، والمقام الثالث الالتزام بمقتضياتها. فكل قول يقوله الإنسان له تبعة تترتب عليه، فالإقرار إذا أقررت بحق لإنسان فتبعة ذلك أن ما أقررت به يجب عليك أن تؤديه له. فلذلك شهادتك بأي شهادة إذا لم تلتزم بمقتضاها فأنت مكذب لشهادتك. ما هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله؟ مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربع، ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث. فمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله: أولا أن لا يعبد إلا الله، فلا يحل أن يصرف أي شيء من العبادة إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فمن صرف شيئا من العبادة سواء كان ذلك ذبحا أو نذرا أو غير ذلك من أنواع العبادات لغير الله جل جلاله فقد أشرك بالله. والمقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والاعتماد إلا إلى الله جل جلاله، فالله جل جلاله هو القادر على كل شيء، وكل من سواه فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمقتضى شهادتك أن لا إله إلا الله أن لا تصرف شيئا من التوكل والاعتماد إلا إلى الله، لأنك علمت أنه وحده الإله، والإله هو وحده الذي يستحق أن يتكل عليه وأن يعتمد عليه. ولذلك قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع،
وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول آخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول رحمة الله عليه: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول: يا قلب ثق بضمان القادر الباري، على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاش يدا ولا لسانا بإيراد وإصدار. كم ليلة بت فيها بين أربعة: خوف وفقر، ذل وفقر وخوف الذل وخوف الفقر والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأميل بديار، وافتك من نفحات الله سارية تؤم دارك من دار إلى دار. اللازم الثالث من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا يشرع إلا الله، لا يحل ولا يحرم ولا يقنن إلا الله جل جلاله. فإنك شهدت أن لا إله إلا هو، والتشريع من خصائص الإلهية، فكل تشريع صدر عن جهة لا تستحقه فهو غير تشريع في الواقع. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلذلك لا يحل ولا يحرم ولا يشرع إلا الله جل جلاله وحده. وسر ذلك أن الألوهية تقتضي علمه بتفاصيل الخلائق كما ذكرنا في سابق القدر. فمن ليس مطلعا على السرائر وعلى المآلات وعلى ما تؤول إليه الأمور إذا شرع لا بد أن يتراجع. قال زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فلذلك أصحاب القوانين الوضعية يشرعون اليوم قانونا فيقولون: هذا القانون الصادر بتاريخ كذا رقم كذا، ثم بعد ذلك يطلعون على ثغرة قانونية فيه فيصدر قانون آخر معدل للقانون الصادر بتاريخ كذا رقم كذا، وهكذا يعدلون فيه ويغيرون أبد العابدين، لأنهم علمهم قاصر على ما كان في وقت تشريعهم لذلك. أما الله جل جلاله فعلمه مستمر لا انقطاع له، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك كان وحده الذي يستحق التشريع، وكل من سواه تشريعه مردود عليه. والتشريع الذي يصدره المخلوقون هو عبارة عن دين يصدرونه من عند أنفسهم. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كذلك كدنا ليوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معناه في قانون الملك، إلا أن يشاء الله. فالقوانين هي عبارة عن دين، فكل قانون أرضي لم ينزل به جبريل من السماء فهو مردود على أصحابه. فلذلك كان من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرع إلا الله. اللازم الرابع والأخير من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن يحب الله حب الإلهية. فالله وحده هو الذي يستحق لوازم الإلهية، ومنها محبته حب الإلهية. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلذلك يؤثر المؤمنون رضوان الله على رضا المخلوقين، ولا يقدمون رضا أي مخلوق على رضا الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رضي الله عنك فوالله لا يضرك ما فاتك، وإذا لم يرضى عنك فوالله لا ينفعك شيء. فلذلك كانت المحبة من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، يحب حب الإلهية. ثم شهادة أن محمد رسول الله أيضا لها ثلاث لوازم. اللازم الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، فأنت شهدت أنه رسول الله، والله لا يرسل الكذابين، وقد صدقه الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة، فأنت مصدق له في كل ما أخبر به، وذلك تستلزمه شهادتك أنه رسول الله. واللازم الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، لأنك شهدت أنه الرسول المبعوث إلى هذه الأمة،
فلذلك يجب أن يطاع، وما أرسلنا بالرسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك لا بد من طاعته وفي كل ما أمر به، سواء علمت أنه تترتب عليه مصلحة لك أو لم تترتب، فهمته أو لم تفهمه، لا بد أن تستسلم له. اللازم الثالث هو أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فأنت شهدت أنه رسول الله، معناه أن هذه الأمة ليس فيها أي رسول ولا مصدر للتلقي عن الله إلا هذا الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يمكن أن يأتيك أمر من أمره تعرف أنه صحيح عنه فتقول حتى أشاور فلان أو حتى أعلم أن هذا مذهب فلان أو مذهب فلان، لا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس لك الخيارة فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فلا بد إذن أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وكل ما لم يأتي به من عند الله فلا خير فيه، فالخير كله فيما جاء به من عند الله، وكل ابتداع أو زيادة أو نقص عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فكل ذلك مردود على صاحبه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذه لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه مقاماتهما، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة. والإقام مصدر أقام، وهو في الأصل بالتاء، أصله إقامة ولكنه خفف للإضافة، فعند الإضافة تحذف التاء منه. وهذه التاء في الأصل هي عوض عن أحد الأليفين، لأن أصل الكلمة إقوام إفعال، فحينئذ تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا، فالتقى لدينا ألفان فحذف أحدهما. وقد اختلف أهل النحو في الألف المحذوفة هل هي الأولى أو الثانية، فذهب سيبويه والخليل إلى أنها الثانية، لأنها التي حصل بها الثقل والتكرار، ولأنها العارضة التي ليست أصلية، ولأنها أقرب إلى الطرف. وذهب المبرد والأخفش إلى أن المحذوفة هي الأولى، لأن الثانية جاءت لمعنى وهو المصدرية، فلو حذفت لذهبت، ولأنها المنقلبة والثانية أصلية، ولأنها أبدل منها ولا يبدل إلا من الأصلي فقد أبدلت منها التاء. فلكل واحد من المذهبين ثلاثة أدلة. وكنت قد نظمت هذه المسألة في الصباح ولا أحفظ هذا النظم، فيه فتحة الإفعال من المعتلي بالاتفاق نقلت للأل، فألفا ذا العين صار فالتقى بمد الإفعال، فحينئذ التقى ألفان. وذكر الخلاف والأدلة التي ذكرناها. عموما إقام الصلاة المقصود به إقامتها، وذلك بأدائها كما شرعت بشروطها وأركانها وفرائضها وفضائلها وسننها، وبمعرفة مبطلاتها ومعرفة ترقيعها وما يتعلق بها حتى تكون مقامة. ولم يأتي الأمر بالصلاة إلا بذكر إقامتها، لم يرد في القرآن صلوا، إنما جاء فيها أقيموا الصلاة. وهذا يدل على الاهتمام بشأنها، ولذلك اختصت الصلاة عن سائر القربات. مقامات الشهادتين، المقامات ذكرنا أربعة، لا نعم بقي واحد وهو السعي والالتزام الغير بمقتضياتها. نحن ذكرنا العلم أولا، ثم النطق، ثم الالتزام بمقتضياتها، ثم السعي لإلزام الغير بمقتضياتها حتى لا تكون غاشا، فمن غشنا فليس منا. نعم، فلذلك المقامات هي هذه الأربعة، والمقتضيات سبعة، أربع مقتضيات شهادة لا إله إلا الله، وثلاث مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. السعي والالتزام الغير بمقتضياتها بملتزماتها بلوازمها. إقام الصلاة من العناية بها، فإن الله
أنزل الأحكام الأخرى، أنزل الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأنزل إليه الحج، وأنزل إليه الجهاد، وأنزل إليه الأحكام في الأرض، لكن الصلاة رفعه فوق سبع سماوات، فجاء به هو ليشرع له الصلاة، فيدلنا هذا على العناية بها. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضع. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري والموطأ أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فلذلك لا بد من إقامتها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما ترون وجهي ها هنا، أما إنه لا يخفى علي شيء من ركوعكم ولا خشوعكم، فإنه يراهم من خلفه كما يراهم من أمامه. والصلاة إقامتها من الأعمال المشتركة، ولذلك يخلط على الإمام ويخطئ إذا كان في من خلفه من اشتغل عن الصلاة، فإذا خشع من خلف الإمام لم يخطئ، وإذا تفرقت آراؤهم واشتغلوا بأمور الدنيا يقع الخطأ على الإمام. فقد حصل تخليط على النبي صلى الله عليه وسلم في آية، فلما سلم نظر إليهم فسألهم: هل فيكم من كان يقرأ ورائي؟ فقالوا: نعم. فكان هذا هو السبب. فلذلك الصلاة عبارة عن عمل جماعي مشترك، ولذلك قال العلماء: ترفع على أتقى قلب رجل في الجماعة. قال محمد مولود: ترفع على فؤاد أتقى رجلي من الجماعة كما في المدخل. وتزداد أجور أهلها بزيادة أعدادهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والحديث الآخر بخمسة وعشرين جزءا. وقد ورد في حديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. قال العلماء: وجه ذلك أن العدد الكبير من الناس يستحيل أن يشتغلوا جميعا عن صلاتهم في كل لحظة من لحظاتها. فمثلا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا مقبل على الله، فجاءني الشيطان أو النفس فسهوت، لكن انتبه من خلفي، فإذا سهى ذلك في اللحظة الموالية انتبه من عن يمينه أو من عن شماله، وهكذا حتى لا تخلو لحظة من لحظات الصلاة من منتبه، فتكون الصلاة ذات خشوع من أولها إلى آخرها. في الوقت الذي لم يخشع فيه هذا خشع فيه هذا، والذي لم يحضر فيه هذا حضر فيه هذا، وتزداد مظنة ذلك بزيادة العدد، فيكتب الفضل لهم جميعا على قدر ذلك وإقام الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا قيل الفرض فقط، لأن هذا الذي هو ركن من أركان الإسلام، وقيل ما يشمل النفل أيضا، فإن النفل له فرائض وله مبطلات، فالنوافل أيضا لها فرائض: تكبيرة الإحرام والقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه، هذه الفرائض التي هي فرائض الصلاة التي هي فرض، نظيرها أيضا في النوافل فرض. فإذا دخلت الصلاة لا بد من إقامتها مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا. والذي يتقن الفرض ولكنه لا يتقن النفل ولا يؤديه على وجهه لم يحترم صلاته، فهذا النفل ترقيع للفرض، فما كان في الفرض من السهو والنقص يرقع بالنفل. وقد ثبت ذلك في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من نفل، فيكمل له فرضه. فالنوافل تكمل بها الفرائض. وإيتاء الزكاة، إيتاء معناه إعطاء الزكاة، والزكاة المقصود بها في اللغة التطهير والنماء، فيقال: زكيت الشيء إذا طهرته ونظفته، ويقال: زكيته إذا نميته وزدت فيه. والزكاة طهرة للإنسان بنفسه، فهي تزيل عنه البخل، وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهي طهرة لباطنه وسريرته، تزيل عنه الشح والبخل.
وهي كذلك تنمية لأنها صدقة فتضاعف، لأن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة حتى تكون كالجبل، فهي تزكي المال. ولذلك قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: وأعط ممسكا تلفا. كل يوم ينزل ملكان يدعوان بهذا الدعاء. والزكاة إيتاؤها طيبة بها نفس الإنسان تطهير له، وهي تطهير لماله كذلك مما عسى أن يخالطه من غبار الربا أو من المحرمات الأخرى، فإن الزكاة طهرة للمال أيضا، وهي نماء له لأنها تطفئ الجرائم التي يقع فيها الإنسان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأداؤها تعرض لرحمات الله، لأن الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ومنعها تعرض للويل، لأن الله قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والويل واد في النار، وقيل المقصود به الوعيد قبل الحساب قبل النار، وذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وفي رواية: فتجدف أشداقه فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، فيكبر جسمه وقد أحمي على أمواله التي كان يكنزها، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، فمكان ورقة 5000 غير مكان ورقة 2000 غير مكان ورقة 1000 غير مكان ورقة 500 غير مكان ورقة 200 غير مكان ورقة 100، لا تكون واحدة فوق أخرى، بل يكبر جسمه ويجدف بالمجاديف حتى يبقى لكل ورقة أو لكل جزء من المال مكانه. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، تنهسه بأسنانها وتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر به آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. هذا العقاب قبل الفصل بين الناس، فليس هو من الجزاء الذي في نار جهنم، بل هو قبل ذلك، فهو الويل المتوعد به في هذه الآية: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وزكاة المال جزء استثناه الله مما آتى العباد من أموالهم، فليس للإنسان أن يخصص به أقاربه، بل الأصل أن لا يخرجه بنفسه. في العهد النبوي لم يخرج أحد زكاة ماله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذها بأمر الله، لأن الله قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين كان الخلفاء هم الذين يأخذون الزكاة من أموال الناس فيصرفونها في مصارفها. وبعد ذلك قال العلماء: يسن للإنسان أن يوكل على إخراج زكاته، وأن لا يتدخل للوكيل لا فيما يأخذ ولا فيما يعطي، لا يتدخل له فيما يأخذ حتى لا يكون هو قد اختار لنفسه طيبات ماله، ولا يتدخل له فيما يعطي حتى لا يكون سلبه الوكالة، فهو الذي يؤديها إلى مصارفها. وقد تولى الله قسمتها بنفسه فلم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهذا التفصيل لا تجدونه في الصلاة، هل يمكن أن تجدوا لي شروط الصلاة في القرآن مفصلة، أو أن تجدوا لي أركانها أو عدد ركعاتها أو هيئاتها؟ لم يوجد ذلك، لكن في الزكاة ذكر مصارفها تفصيلا فعدها في 8 مصارف. وإيتاء الزكاة قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.
تصوم رمضان، هذا ركن آخر من أركان الإسلام وهو صوم شهر رمضان، والمقصود به صيام أيامه، فليس المقصود أن تصوم الشهر كله من في ليله ونهاره، بل المقصود صوم ما يصام من رمضان وهو نهاره فقط. فلو قدر أن بلدا من البلدان كان طول النهار فيه ساعتين فقط كما هو موجود الآن في بعض البلدان، فهذا المطلوب صومه وقد خفف الله عنهم بالباقي. فإذن هذا المقصود بالصوم صوم رمضان. والصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. والإمساك كله هو الصيام في اللغة، ومن ذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك الشكما. فخيل صيام معناه هادئة واقفة وادعة، وخيل غير صائمة وهي التي تعلك الشكما جمع شكيم وهو الحديدة التي تسكن اللجام في فم الفرس. وكذلك صام النهار بمعنى سكنت ريحه، فعدي وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. إذا صام النهار معناه سكنت ريحه، وهجر معناه كان وقت الهجير وقت شدة النهار. ورمضان مشتق من الرمضاء وهي الحجارة التي قد اشتد حرها من سخونة الشمس، وأطلق على ذلك إما لأن أصل تشريع صيامه كان في وقت الحر، أو لأن الإمساك عن الشرب دائما يؤدي إلى حرارة الجسم سواء كان ذلك في البرد أو في الحر صيام رمضان. ورمضان أحد شهرين هما اللذان يجوز إضافة شهر إليهما، وهما رمضان وربيع. فيقال شهر رمضان كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقال شهر ربيع. وقد ذهب بعض النحويين إلى أن علة ذلك أن الشهرين بدئا بالراء، ولكن اعترض على ذلك بأن رجبا مبدوء بالراء ولا يضاف شهر إليه. وقد قال المختار بن بونة رحمه الله: ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع، لا لذي القرآن وهو رمضان والربيع صيام رمضان. وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الركن الأخير من هذه الأركان هو حج البيت، والحج معناه القصد، ومن ذلك قول الشاعر: وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. يحجون يقصدون سب الزبرقان، وهو رداؤه الذي كان يجعل بعضه على رأسه وبعضه على كتفيه، والزبرقان بن بدر من قادة العرب. سب الزبرقان المزعفرة أي المصبوغة بالزعفران. وحج البيت معناها قصده لأداء النسك، وهو عبادة مخصوصة في وقت مخصوص، فإن الله قال: الحج أشهر معلومات. ويطلق الحج على ثلاثة أمور: يطلق على مكان الحج، ويطلق على زمان الحج، ويطلق على إحرام الحج. فهذه ثلاثة إطلاقات في القرآن. فإن الله قال: فمن كان منكم مريضا، يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يهد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. في الحج فسرت بتفسيرات الثلاثة، فقيل في الحج أي في إحرام الحج، وقيل في الحج أي في زمان الحج في أشهر الحج، وقيل في الحج أي في مكان الحج، وهذا الأرجح لأنه يقابله وسبعة إذا رجعتم، فالرجوع يكون من المكان لا من الزمان ولا من الإحرام. إن استطعت إليه سبيلا، هذا شرط للوجوب وهو الاستطاعة، وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الزاد والراحلة والسبيل السابلة. فالاستطاعة التي شرطها الله في الحج في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة، أن يجد الإنسان ما يبلغه كالعاجز عن المشي يحتاج إلى ركوب، وأن يجد نفقة في سيره، وأن يكون آمنا على نفسه وماله. فهذه الأركان إذا تحققت فقد وجب الحج، وهو واجب مرة في العمر. لكن لو قدر أن جميع المؤمنين حجوا فلم يبق فيهم من لم يحج، لم يبق فيهم صرورة، والصرورة من لم يحج، فلا يحل لهم أن يعطلوا الحج، بل يجب عليهم فرض كفاية أن يحجوا جميعا.
ولذلك اختلف في إعراب قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، فعلى القول الأول هي فاعل المصدر، أنا لله على الناس حج من استطاع فيجب على المستطيع الحج، ويكون هذا حينئذ الفرض الذي هو فرض عين. وقال الطائفة بل المقصود هي بدل من الناس فهي في محل جر وليست في محل رفع، فيكون المعنى ولله على الناس من استطاع منهم بدل من الناس حج البيت. والبيت هنا الحج هنا مضاف إلى مفعوله، والمصدر إذا أضيف إلى مفعوله ينقاس حذف فاعله، ولذلك من المواضع الأربعة التي يقاس فيها حذف الفاعل عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل، هذه الأمور الأربعة التي يقاس فيها حذف الفاعل، فلذلك قال إن استطعت إليه سبيلا. وهنا نكر السبيل فيشمل ذلك الجو والبر والبحر، والتنكير يدل على الإطلاق، فالنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق فيشمل ذلك كل سبيل توصل إليه سواء كانت جوا أو برا أو بحرا، فكل ذلك يدخل في السبيل السابلة. قال صدقت، قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت هذا هو الإسلام، فعجبنا له يسأله ويصدقه، فمن المعهود أن السائل لا يسأل عن المعلوم لديه فالسؤال عن المعلوم مذموم إلا إذا قصد بذلك تعليما كحال جبريل هنا، فسيزول عنهم التعجب عندما يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نقف عند هذا الحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.